ملكي من السويد. تحية كبيرة. The tent راح تطير. Oh my god. عاصفة شباب. عاصفة بالليل. Bro, stop recording. Tornado maybe. أنا خايف لا مثلاً شجرة تجي الهواء يشيلها تنضرب هنا. أعتقد البقية خيماتهم يمكن طارت أو ما أعرف صار في البقية. Hey, what's happened to the others now? Because who cares about the others? We're fine. They died. What's outside? لا إلا. Oh my god. الماء دا يدخل والعاصفة كلش قوية. استنقعنا بشكل. I'll go to the bus, okay? هسه اصدقائي اذا تشوفونه ورا ساعتين من السلام عليكم. اول شيء خلينا نروح نشوف الخيمات ما اعرف شو صار. طبعا انا ما ادري اذا انتم شفتوا زين او لا، بس هدومنا كلها تنقعت، خيمه اختفت، وقعت غراضي راحت، الطياره راحت، يدخل بها ماي لولا سديتها، وغراضي تليفون تنقع، الكاميرا تنقعت. هاي ورا ساعتين من اللي صار قبل شويه، وهسه انا بردان كلش بارده ثلج، وحتى هاي الجزيره اختفت انملت كلها ماي. كانت عاصفه كلش قويه ما تتخيلوها، اكثر من اللي شفتوه بالفيديو بهوايه. How's the feeling after the tornado؟ شوفوا من البرد. بالنسبه للفطور هذا هو اللي هو كورن فليكس موزاية. هسه راح اسوي لكم التقطيع. 1 2 3. That's my recorded. Hey, Rob. Like, you work in the strip club or what? Oh no, I'm gonna work in McDonald's like this. A McDonald's ready, yo. You look. I see. I told you, we saw that. About نص ساعة عالقين بهذا المكان. How do you look? Oh my God. What's up, Ali? Oh my. سموها الجو كارت. شكلنا احنا راح نكمل الطريق كله مشي، قاع كلش 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 طينيه يعني راح تزحلق صراحه. ماكدونالدز راح اسوي لكم الطريق بس يلا. Okay guys, it's time to order. It's time to eat. وقت الأكل. You all good? يلا say بسم الله الرحمن الرحيم then eat. بسم الله. بسم الله. بسم الله أوله وآخره. الرحمن. Just forget. Jimmy ate 5 burgers. His name is not Jimmy. Jimmy. What his name? James. James ate 5 burgers just for himself. His name. James. Let me see this. And now ice cream.
What a fat guy are you? And now ice cream? You eat so much money. I don't eat that much. شو شلون مهتمين للمباراة. That you look like 18 years old. You look like 18 years old. Like you are so young. That's good for your age. طلبت لي أني لاتيه وهسه منطلقين كامبينج ننزل الغراض وبعدين يلا نطلع نروح للبيت. أحلى شيء نشرب النسكافيه على الفانتوم. Yeah, هسه احنا بعدنا بأوكلاهوما ما أدري منطقة بتكساس. وصلنا بس لازم ننزل نحطها من القاطره ما اعرف شو يسموها للكامبس. هذا كله بغراض مال تخييم كلها كل شيء اشكال والوان قوارب وصد سمك واسوالف كلها. هذا لازم نركب هذه وهذه. طبعا حبيت اقول لكم سبب الحبوب اللي صارت عندي البارحه هاي اللي تسوي لي حكه مو طبيعي. الله لا يخليكم مكاني بس كاختصار انكم مشيت او طخيت شجره بها سامه. هنا بامريكا اكو شجرات سامه ما يصير تطخها معروفه يعني عند بعض الناس الكشافه اللي يفتهمون. بالمناسبه بس سووا بها مقلب شالوا الطياره مات هي والكاميرا حاطهم سوي اثنيناتهم يعني كان ما حياتي كلها ضاعت يعني انتم نفسكم ضعتوا. الفيديو هذا ضاع كل شيء يضيع اذا ضاع تخيلوا فوق كل شيء يعني حسيت احساس غريب. وبعدين الحمد لله شو اسمه قالوا ها يا نسوي مقالب احنا وهم يسوون بيها مقالب. واو so your dad is from India right? Mm-hmm. أخو from India and he's American. أبوه from India مسلم. ثاني أمه تونسية. هسه لازم ننقل هالغراض كلها. صعدها هناك وهناك. No. Why? You're from Vietnam or Korea? هاي كلها شغلات مال كامبينج. ورا ما ننزل الغراض عادة لازم ننظفها. مثل الدي يصير هسه لازم كلها هاي تنظف. أول شيء. أم علي. أم علي. أم علي. أم علي. Your name is أم علي right? أم علي. علي go to your mom. هاي حطينا الشغلات بسيارة أبو عمر. وصلنا وأخيرا واشتاقيت له سارونا. يلا واحد اثنين ثلاثة وراح تشوفونه بالبيت. واحد اثنين ثلاثة. ووصلت للبيت الحمد لله بسلام. هذول الأشخاص اللي دائما يعطوني نصايح واللي دائما مثلا يشوفون بالتعليقات أكو سؤال ويجاوبون الناس عليه يعني مثلا واحد دي يسأل وهم يجاوبون عليه بالتعليقات. هذول الأشخاص يسعدوني يعني دي يسووا لي شغل بدل ما أني أرد على الأشخاص وما أقدر أرد على أي أحد هم يردوا لهم. فهذا الشيء كلش حلو. سعوديين لو العراقيين أكثر شيء متابعين بالحساب والله ما أعرف هم أكبر نسبتين يتابعوني على قناتي هذه. فأردكم بالتعليقات همين هسه وتفكرون الفيديو وتنزلون تكتبون أنا سعودي أو أنا عراقي أريد أشوف من صدق اكثر شيء يعني والله ما اعرف منه اكثر شيء يتابعني. هذا السؤال محيرني. كل طلعه انا اطلعها عاده اخذ صور مجموعه من الصور واحطها على انستغرام وعلى الفيسبوك. على الفيسبوك احط مجموعه كبيره وعلى انستغرام صوره واحده او احلى صوره هيك شيء. كل شيء موجود جوا بالوصف. بس لهنا كانت نهايه الفلوج. احبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.